تنام زي كذا يوسف. مو في المطار، مو في المطار، مسافرين. لا تجري بسرعة جاز هنا. شو كيف يجري يوسف؟ نشاط غير طبيعي في هذا الوقت من الليل ما شاء الله. شو كيف بينا ما حد ينام زي كذا؟ متحمس تستكشف جنوب كوريا؟ وفا غانغنام ستايل. بنستكشف مدينة سول لأول مرة. لسه بس لنا نص ساعة في جنوب كوريا. يقول يعتقد إنه ثاني أفضل دولة له بعد اليابان. جوي كوري. How are you? I'm good. يوسف ما يتذكرهم. هذا أنت يوسف عام. Last time they traveled was in Saudi Arabia, I think, right? Oh yes. Wow. Four years ago. هدية. The name of this food is Kujar Pan. هاي لبسونا لبس كوري تقليدي. To protect the king's family. Yes. في ريحة. جميل المشي هنا في القصر بين الناس اللي لابسة ملابس تقليدية. حاول ادخل السيف طريقه كذا. دخل السيف. ها نايم مؤكده بيضرب الامير. اي اي لا تضاربوا، انت المفروض دافع عن الامير. شوارع جميله هنا. ايش هذا اللي فوق؟ هذا باسكن روبنز. شوفوا مع السلامه. احسن ناس. لا 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 ما تلحس. متاجر عجيبه زيك انت لما تلعب مع امك. ها شوفوا هذا الماما. هذا شمس ولا قمر؟ تقدر تستاجر بساط واضاءات وطاولات وتجلس هنا. شوف الوحش اللي صار اكلوه. ايش هذا؟ الوحش اكلوه. كذا تاكل البيجل؟ حداك تقرب منهم. اي خوفون. انت في العربيه لاعلى جبل. صعب يوسف. امشي انت لسه في شباب. شوف. مره مدهش انه شفنا حشره خضراء شايفينها؟ انس يلا. بقى بقى. اعطيه فلوس. شوف في فلوس. لا مد يده. أنا تحط الكاميرا هذه فمك ويجري. أنيون كاسيو؟ أنا لبلا. لا مو أبا لبلا، أنيون كاسيو. هنطلع على هذا التلفريك. طيب جاهز. ننتظر من زمان. شوية ونوصل؟ واحنا نازلين حننزل مشي، ما حنوقف طابور هذا. إيش البطة هذه؟ يوسف إيمان اشترى قفال الحب. يوسف كتب هذا، حلو. جاد بيكتب اسمه كمان. فين حتعلق القفل؟ تخيل تجري بعد 10 سنوات تلاقي قفل حقك كذا. منظر رهيب من هنا. الحرج الحرج قدام الناس. ايش بتبيع؟ يقول هذا قلبي. طالعين البرج دحين. اوه بس اتفتح. اوه تبى حلويات؟ لا احنا جينا نتفرج على المنظر في البرج. اتجنن. شوف في حلويات. شو الكروت هذه حلوة. جميل جبالهم ها مليئة بالأشجار كلها ألوان مختلفة. يوسف بيجمع كور ثلجية من حول العالم. احنا كنا هناك تحت. اوه قوية. كيف عضلاتي انا؟ اطول سلاح شفته. هذا بيجرب السلاح بالجمهور. تخيل هذا انت. او ماي جاد. شو كيف ياكل النودل؟ انت بس 5 كيلو اجيال. شوف الكراسي هذه مع اجار القفال. بنمشي الى الاسفل دحين. استمتعنا فوق. تبي لا تفلت عربيه حطيح. ورد حلو ها؟ ايوه. لقينا اهلات رياضيه. كذا يا جماعه؟ الاطفال حولوها لمكان العاب. هذا مساج مو رياضه انس. قلت له تتمرن مع هذا معايا؟ طيب نفسك مره بس. مره بس. شوف كيف يوسف ما شاء الله يوسف قوي. شوف يوسف مره سريع. اوه اي ما شاء الله يا جمال المشي هنا. هو تحت الدرج كثير. 99 100. واو 100 درجه للان. 140 140. واو ممتع جدا المشي هنا والاجواء رائعه. واو 200 درجة للآن؟ I can't believe it. ماني مصدق يقول. 249 300 درجة. I should go. نسيت؟ I can't do it. I don't want to count. Because I should go. No, no, it's 400 and أنا أقول لك مرة زين عشان تلخبط بالأرقام. لا جاد كم؟ I'm not going
يقول ما حعد ولا حمشي. كم؟ عنكبوت كبير مرة؟ اوه اصفر واسود. داخلين الموت. اضرب ورين. اوه ما تحرك. المكتبة هذه رائعة شوفوا. واو. تكشف المكتبة كله بالكوري يا اسف. في كتب الاطفال يقول. لقينا كتب اطفال بس كلها بالكوري. ماما ريدة. كيف تقرا ماما؟ هذا بالكوري. انو كثيرا. تبغى وردة؟ يتفرج على دعايات كل السينما. تالي تابيز. سبونج بوب. لا اشتريته كثير ضيعت فلوسي. لا 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 تخرجوني. طيب 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 خلاص خلاص خلاص. كيف تقول شكرا بالكوري؟ كمشاميتا. كيف تقول هلو؟ انيو هاسيو. مرة متحمس. يوم جديد حياة جديدة سعيدة. يوم جديد حياة جديدة وسعيدة. مبسوط عشان لقى شاحن جوال هنا في المحطة. كوريا كأنها سويسرة آسيا أحس. وشوف شكله. بتعرف إن 70% من جنوب كوريا جبال؟ لا. أنا إيمان. إيمان تحب الطبيعة. عايز ممكن نرجع الحين؟ لا يلا كثير مشي امشي. 100 خطوة. بيت تقليدي وأحجار كلها مركبة فوق بعض. بحيرة جميلة صح يا جاد؟ زحليقة طبيعية. يوسف مرة طالع فوق. لا صعب جاد لا تطلع معاه. ما يفصل. اعطيني اكبر يا ابتسام. نو بيجا. 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 لا جاد شوف فين لقينا يوسف هناك عند المبنى هذا. لازم تمسك الورقة. يا ما مسكتها. حشرات عادة نشوفها في حديقة الحيوانات. في نظفة جزمهم هنا كلهم. اي اي اي. اي. للجزم هذه كثير اسواق مثيره لاهتمامنا. انا في كافي في واحد ثاني انا اشوفه. تخيلوا تاكلوا في كافي زي كذا. شوف القهوه في مراحيض. شوف البوافل كمان كيف. هنا محل ما تطلب. بنستكشف الاسواق اللي هنا. اشياء غريبه صح يا يوسف؟ متحمس شاف الدب الكبير. شخصيات غريبه. مكان كامل للرسم. تبي نطيح في المويه؟ يبغى يروح الجهه المقابله عند الشلال. كل شوي يشوف احجار فوق المويه يقطع النهر. شويه دحين جسر ام واحجار. ليش لما تنحرج تحط يدك في جيبك؟ لانه كان حيمشي فوق الاحجار بس في واحده بتصور هناك. بسم الله بسم الله بسم الله. مره خوف. تبي يا جمال المكان. ايش النوافير هذه؟ شكلها غريبه. ايش هذا؟ صدف اعتقد. لا 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 يلا بينكا كنانا. ما شيء الرجال هذا معلق على رجله.